Geisel, Gaunzel, Gott, Mohammed, Nubel! ما بنفكرش في الناس اللي احنا بنقدر نعمل ايه علشان تكون ناس ناجحة، فكرنا في الناس اللي وقعت وقعت ازاي؟ لو ما قدرتش تاخد القرار ده هو الكلايماكس، مش هتقدر تاخد القرار ده في حتة تانية تماما. انت لازم تاخد القرار ده جوه القاعه دي، علشان كده انت لازم من جواك تماما، لازم من جواك تقول ان انا لازم احقق كل احلامي. وكل حلم بتحققه بيتولد لك حلم جديد وهدف جديد. انا في يوم من الايام كنت حد عادي جدا لما بدات بزنس واشتغلت وقابلت تشالنجز كتير لحد ما قدرت ان انا احقق حاجات معينه. نيو وان علشان يكون في نيو لايف، نيو وان علشان يكون في نيو دريمز، نيو وان علشان ما افضلش عايش تعبان طول حياتي، نيو وان علشان اكون ماشي رافع راسي علشان انا بتطور. عايز تبقى اكبر مهندس في الدنيا، عايز تبقى هتلاقي نفسك انت عايز تبقى فوق، عارف ليه؟ لان القمه فوق اصلا هاديه جدا. الناس بشوف انت قد اللي انت هتوصله ده ولا لا؟ قابل تحديات، يلا قابل وتكسر فيك، وقابل وتكسر فيك، وقابل وتكسر فيك، خليها تكسر تكسر تكسر. وانت قد اللي هتوصله ده ولا لا؟ انت اللي هتكسرها ولا ايه اللي هتكسر فيك؟ علشان اشوف بعد كده لما تحقق احلام جديده من البيزنس هتكون قد الاحلام دي ولا لا؟ لما تيجي تحقق احلام ناس معاك هتكون قد الاحلام دي ولا لا؟ لما تكون بتكون شبكات هتكون قد الكلام ده ولا لا؟ انت اسمع حاجه موجوده هنا، انت لازم فعلا تاخد قرار ان انت تخرج تغير حياتك من هنا. انت بتقدر تحقق كل احلامك، وبيقدروا ان هم يلحقوا لك علشان انت شخص ناجح. انت تستحق انك تعمل الكلام ده، اطلع اشتغل ومهم نفسك علشان انت تستحق تحقق كل حلم عندك. علشان كده انا بقول لك نيو وان علشان نيو لايف، نيو وان علشان نيو لايف، نيو وان علشان نيو لايف. نيو سلبي تماما، انا مش هكون سلبي تماما، انا هكون شخص مختلف. لحد الميه تقدر تجبره انه يشرب؟ لازم يكون عندك تارجتس ودريمز واوا. اوكي، بس قبلهم لازم يكون في ورا. الشغل بتاعنا عشان تنجح فيه لازم تعامله ان شغل اضافي مش شغل ثانوي. الشغل الاضافي هو اللي انت بتهتم بيه زي شغلك الاساسي بالظبط. في خلال السبع سنين اللي فاتوا في نتورك ووردنج ما شفتش حد نجح بمنتهى القوه في الشغل ده الا لما كان بروفيشنال في درس الدوائر. لازم تفهم ان لما كانوا في المدرسه بيعلموك درس الدوائر كويس كانوا عارفين ان انت هتدخل بزنس اسمه ايه؟ نتورك ووردنج. كان دايره بترسمها كل يوم. السبب الوحيد اللي ممكن يخلي اي حد ما يعملش ان انا ما شفتش ان انت الشريك المناسب ليا في الشغل عشان ادخل معاك شغل. انا داخل البزنس ده علشان اعمل ساين اب. فكر يا هل ترى هل انا استحق ان الناس دي تشاركني وابقى انا مسؤول عنها في الشغل؟ يس اور نو. الناس اللي جت الكلايماكس، انت هتكون الشريك المناسب لكل بني ادم بترسم له دايما اليوم. احنا اللي هنكون رقم واحد في العالم كله. Came here tonight to tell you what you need to hear. And a culture of your team, of the behavior that
is expected of the team to be here to experience that. And now your planner or your schedule or your calendar, you have to sell two things. I want so bad for you. I've been in that last row all the way up in the nosebleed section of the stadium. الناس دولت بدأوا البزنس زيهم زي اي حد في الدنيا. النهارده الناس ديت هم احد مؤسسي قصه النجاح اللي موجوده. الكلام ده كانت تعتبر هي بدايه تغيير حياتي وتغيير مصيري. قال لي انت بتتكلم على حاجه تقدر تمارسها، ما تتكلمش على حاجه انت من المستحيل ان انت تمارسها.